أهلا وسهلا بكم لنتعرف في هذا الفيديو على الواجهة الجديدة التي سيكون عليها متصفح فايرفوكس انطلاقا من أحد نسخه القادمة. هذه النسخة ليست محددة بعد لأن المشروع الذي يعمل على الواجهة مشروع مستقل عن المشروع الرئيسي لتطوير فايرفوكس. قبل مدة مؤسسة موزيلا المسؤولة عن تطوير فايرفوكس بدأت مشروعا جديدا يسمى أوستراليس، الهدف منه هو تصميم واجهة جديدة لفايرفوكس. هذه الواجهة يجب أن تتميز بالبساطة السلاسة وأن تكون أكثر قابلية للتخصيص وأكثر صداقة للمستخدم، معنى ذلك أنها توفر له الإعدادات الأساسية فقط والأشياء المتقدمة يدخل لها طريق About Config، ولا تكون في الواجهة، أي لا تشوش على المستخدم العادي في الواجهة. إذن هذه الواجهة التي وصل لها المشروع مشروع أوستراليس لحد الآن. كما نلاحظ لدينا إمكانية التنقل بين الصفحات المفتوحة، فيها بعض التغيير على مستوى الشكل، ليس لدينا قائمة عليا، ليس لدينا قائمة المفضلات ظاهرة افتراضيا، لدينا فقط هنا إمكانية الرجوع للصفحة السابقة، إدخال عنوان جديد هنا، تحديث هنا، جعل الصفحة المفضلة أو الدخول مباشرة للمفضلات، صفحة التحميل الرئيسية. والشيء الجديد هو هذا الزر هنا الذي يمكننا من تخصيص الواجهة والدخول لإعدادات متصفح فايرفوكس. لو ضغطنا على هذه الصفحة تظهر لنا هذه النافذة، كما تلاحظون فيها عدة إعدادات، نسخ، لصق، إعدادات تصغير وتكبير النافذة، وبعض الروابط لصفحات وإعدادات البرامج كالتاريخ، نمط ملء الشاشة، الدخول للإضافات والملحقات. لدينا أيضا إمكانية الدخول للإعدادات، لم يتغير فيها شيء، ولدينا البحث وإمكانية هنا الدخول للمساعدة، عدة روابط. ولو دخلنا للنسخة سنجد أنها النسخة التي تسمى بفايرفوكس نايتلي، هي نسخة لنقول تجريبية هو حاليا 28، في حين أن النسخة الرئيسية أو الرسمية هي نسخة 25. إذن كما قلت لدينا عدة إمكانيات للتخصيص. أيضا لو دخلنا إلى Customize فهنا يمكننا تشخيص الواجهة عن طريق جر هذه العناصر الموجودة التي تكون فيها افتراضيا بعض الأشياء، وحين نثبت إضافات ملحقات فتنضاف بعض الأزرار هنا. فمثلا لو أردت أن أضيف أدوات المطورين لهذه القائمة يمكن أن أقوم بجرها إلى هنا، يمكنني أيضا إعادة ترتيب هذه العناصر هنا أو أقوم بجرها إلى الشريط العلوي كي تكون دائما ظاهرة. بعد ذلك أضغط على الزر فأعود للواجهة. كما تلاحظون تم إضافة زر المطورون. في Customize لدي دائما إمكانية الرجوع إلى الشكل الافتراضي Restore Default، فأعود للشكل الافتراضي. من يريد إظهار القائمة العليا وشريط المفضلات يمكنه فقط الضغط يمين وهنا تفعيل Menu Bar فتظهر القائمة العليا كما كانت في الواجهة السابقة، وأيضا بالنسبة لشريط المفضلة يمكن إظهاره على هذا الشكل. سأعيد إذن هذا الشكل تقريبا الافتراضي مع شريط المفضلة الظاهر. يمكن أن يلاحظ البعض أن هناك تشابه كبير بين الواجهة الجديدة لفايرفوكس وواجهة كروم أو كروميوم. هنا لدي كروميوم، يمكن أن نقارن. أيضا ليس فيه إعدادات كثيرة على مستوى الواجهة. لدينا هنا هذا الزر فيه إمكانية الدخول لكل ما يتعلق بإعدادة البرنامج وإمكانية تخصيصه والتعامل مع الصفحات. إذن نفس الشيء تقريبا لدينا الآن في فايرفوكس عن طريق هذا الزر. هنا نوعا ما الواجهة أكثر، لنقل أكثر جمال، هنا بعض أيقونات وجماليات. من يريد تجربة هذه النسخة يمكنه تحميلها من هذا الموقع، موقع فايرفوكس، وخاص بفايرفوكس لكن بأحد المطورين. تحمل نسخة خاصة بويندوز، ماك، لينكس 32 بيت أو 64 بيت. بالنسبة للينكس فتحمل ملف مضغوط، تقوم بفك الضغط عنه، وبعد ذلك تفتح هذا الملف فيفتح فايرفوكس بالنسخة الجديدة. من واجه مشاكل سأضع رابط لفيديو كنت شرحت فيه كيفية التعامل مع البرامج بصيغة تار، وبالضبط كنت تعاملت مع برنامج فايرفوكس. إذا تتبعون نفس الخطوات. إذن هذا كل ما يتعلق بالواجهة الجديدة، لا أعرف ما هو رأيكم فيها، سيسرني طبعا أن أتعرف على رأي تتبعي المجمع بالواجهة الجديدة. هل ترى فعلا أنها مناسبة، أنها أكثر حداثة؟ كما قلت المشروع خاص بالمظهر فقط، أي بالواجهة، لا نتكلم عن الأداء وبالأخص عن استهلاك الذاكرة لأنها مشكل كبير على متصفح فايرفوكس.
بالنسبة لإدراج هذه الواجهة في النسخة الرسمية فربما سيكون في النسخة 28 من فايرفوكس. يعني كما قلت سيسرني معرفة رأيكم في هذه الواجهة الجديدة. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.